السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا أول ما بقف على أي عنصر من العناصر بلاقي في قائمة طلعت جديدة بيبقى فيها الخصائص بتاعة العنصر اللي أنا عامل سيلكت عليه. يعني لو جيت دلوقتي وقفت على العنصر دوت هتلاقي إن أنا ظهر عندي خصائص العنصر دوت. أي عنصر بقف عليه بيبدأ يجيب لي الخصائص بتاعتها وأبدأ أقدر أعدل من هنا. طيب أنا لو جيت وقفت مثلا على السيرفيس دوت لأن هو قال لي 10 سيرفيس اي جي، دي الحاجات اللي أنا أقدر أعدلها في السيرفيس. هاجي أنا أقول له سيرفيس بروبرتيز وابدا اقدر اعدل اي حاجه انا عايزها هنا، مثلا النيم، اللاير، الريندر ماتريال. دي فيها عدات افتراضيه فانا ممكن اعدل زي ما انا عايز. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اعمل حاجه جديده، كريت نيو، انا عايز اعمل سيرفيس ستايل جديد. دي الحاجات الموجوده بختار منها، ممكن انشئ حاجه جديده زي ما انا عايز، الديفاينيشن، الاناليز، ونشوف كل الحاجات دي ان شاء الله مع بعض. دلوقتي ممكن ادخل في سيتنج واجي هنا اقول له دي سيتنج اديت درونج سيتنج، ابدا اختار الدرونج يونت. انا ناوي اشغل بالفيت ولا بالمتر، ديجري، عايز الامبريال تو متريك كونفرت هيحول يضرب في كام، تمام، افايلبل كوردينيشن، الترانسفورميشن، الاوبجكت لاير، واقدر اتحكم في اللايرات ديت زي ما انا عايز، واديها الالوان واختار اللاير زي ما انا عايز، الجنرال، كل دي اعدادات عامه. تمام، ممكن اجي هنا بقى في السيرفيس وادخل اعمل نيو، اعمل اديت، اعدل يعني هنا دلوقتي ده مثلا عايز اعدل فيه اقول له اديت، دي الحاجات اللي ظهر معايا. اقول له انا عايز اظهر البوينت كمان، تمام، تلاقي البوينت كلها ظهرت. عايز اخفي مثلا البوردر، لا البوردر اختفى، تقدر تتحكم فيها. ده في البلان. طب في الموديل ايه اللي يظهر واللي يختفي؟ في السكشن ايه اللي يظهر واللي يختفي؟ تمام؟ وتقدر تحدد الالوان اللي يظهر بيها او يختفي بيها، تقدر تحدد اللاين تايب، الليت سكيل، اللاين ويت، البوست تايب، كل حاجه دي تقدر تتحكم فيها وتقدر تظهر وتخفي الحاجات زي ما انت عايز. تمام؟ دي حاجات في السيتنج بتاعت الاوتوكاد سيفل 3 دي.